مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة عبر الحي الآن. نبدأها معكم بأهم العناوين. اللجنة العليا للانتخابات تعلن بدء الانتخابات البرلمانية 21 مارس القادم على مرحلتين. السيسي يزور دار القضاء العالي غدا السبت. ومجلس الدولة يلزم الحكومة بإعفاء العلاوات الخاصة بالمرتبات من الضرائب. الأرصاد الجوية تؤكد استمرار موجة البرد القارس اليوم، وتتوقع سقوط الأمطار على القاهرة وتساقط الثلوج على السواحل الشمالية وسيناء.